مرحبا، لو تعرفين عن حالك. أنا اسمي إيمان عيسى سليمان الشعيري، ممرضة مديرة التمريض بالمستشفى فلسطين. خلصت من الجيش برتبة عقيد، خريجة كلية الأميرة منى، 3 سنين دبلوم عالي، كملت دورة تمريض سريري بالبشير مدتها سنة، وحالياً بعمل بمستشفى فلسطين. شو أكتر إشي بتحبي بوظيفتك؟ بحب أتعامل مع المريض وأحس بمعاناته وأحاول أساعده. إيش في التحديات اللي بتواجهيها بشغلك؟ يعني ما اللي بتكون، يعني ما في تحديات، كل يوم بيجي يوم معه يعني تحديات وشكل، يعني مش ثابتة، بس بحاول أذلل هاي الصعوبات والتحديات وأوصل لهدفي. شو طبيعة يوم دوام هون عندك بالمستشفى؟ أتفقد المرضى والممرضين اللي عندي على رأس دوامهم، على رأس عملهم، تشيك على القسم كامل بما في أعمال الصيانة، تمريض، الأجهزة، والتأكد من فاعلية كل إشي موجود بالمستشفى. شكراً.